أهلا وسهلا فيكم متابعين موقع التكنولوجيا العربية مينتك، معكم يزن نوفل وأحمد أبو جميل، وإحنا معكم في DNA Store وراح نقدم لكم بهذا الفيديو مجموعة من الإكسسوارات التقنية اللي بتفيدكم بحياتكم اليومية. ويعتبر قسم الإكسسوارات في DNA Store واحد من أكبر الأقسام، وبقدم تشكيل كبيرة من الكوابل والشواحن وبنوك الطاقة والكفرات والحقائب وغيرها من المنتجات الأساسية. سماعة بلوتوث بريفن 105. بتتميز هاي السماعة إنها صغيرة، فهي بحجم كف اليد تقريباً، وبإمكانك تعليقها على خصرك أو حقيبتك بكل سهولة. صوت السماعة يعتبر ممتاز خاصة بالنسبة لحجمها، ومن مميزاتها المهمة إنها مقاومة للصدمات ومقاومة للماء بمعيار IP67. السماعة مزودة بمايكروفون مع خاصية إخفاء الضجيج، بسمح لك بإجراء المكالمات الهاتفية، وبتشتغل السماعة على البطارية لمدة بتوصل حتى 8 ساعات. شركة أنكر واحدة من أفضل الشركات المصنعة لبنوك الطاقة. تتميز الشركة بتشكيلتها الواسعة من بنوك الطاقة اللي اخترنا لكم منها اليوم بنك طاقة بسعة 20100 ملي أمبير. من أهم مميزاته خاصية الشحن السريع بالإضافة لحجم المتوسط والمناسب للتنقل. من المميزات المهمة جداً إمكانية شحن جهازين في نفس الوقت بدون أي تأثير على سرعة الشحن. ولتأكيد المحافظة على سلامة بطاريات الأجهزة، شاحن أنكر يحتوي على خاصية التعرف على الأجهزة الموصولة فيه واللي بدورها بتعطي فولتية تتناسب مع الأجهزة للحفاظ على عمر البطارية. بتوفر في DNA Store أكبر تشكيلة من أغطية الحماية لأجهزة آيفون في الأردن، كلها من ماركات عالمية وأصلية. من هاي الأغطية غطاء حماية UAG Monarch. بتميز هذا الغطاء انه بوفر لهاتفك ضعف المقاييس العسكرية للحماية من السقوط والصدمات، فهو مزود بخمس طبقات حماية وطبقة من الجلد او الكربون فايبر بتضيف ناحية جمالية للغطاء. ومن ايجابيات هذا الغطاء انه خاصية الشحن اللاسلكي ما بتتأثر عند استخدام. مشترك كهربائي من شركة بيلكن، وهو عبارة عن وصلة كهربائية صغيرة بتدور بشكل دائري وبيحتوي على مدخلين USB. تعتبر مناسبة للاستخدام في المنازل والمكاتب وخلال السفر، فهي بتسمح لك بشحن أكثر من جهاز من مدخل كهرباء واحد. شاحن لاسلكي من بيلكن. لما أضافت أبل خاصية الشحن اللاسلكي لهواتف آيفون، ما أنتجت شاحن لاسلكي خاص فيها، لكن شركة بيلكن وبالتعاون مع أبل أنتجت شاحن لاسلكي يعتبر مثالي لمستخدمي آيفون. من أهم ميزات هذا الشاحن أنه بيشحن بطاقة 7.5 واط، بتضمن شحن أسرع من معظم الشواحن اللاسلكية الأخرى. وعلى الرغم من أنه التركيز بهذا الشاحن على أجهزة آيفون، لكن بإمكانك استخدامه مع أي نوع هاتف آخر بدعم الشحن اللاسلكي. طبعا كل المنتجات اللي شفتوها بالفيديو موجودة في DNA Store، ولا تنسوا تتابعونا على شبكات التواصل الاجتماعي @TheMinaTech. شكرا لمتابعتكم.